دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمننا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا محمد. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جوله في احوال الطقس بالتفصيل. ارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحراره على السواحل الغربيه، وهيكون مائل للحراره على السواحل الشرقيه وشديد الحراره على جنوب الصعيد. النهارده هيكون في نشاط رياح على كافه الانحاء. كمان قبل ما نصعد مع حضراتكم درجات الحراره، خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. دلوقتي احنا ملاحظين ان النهارده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، يمكن بتتراوح من درجتين لاربع درجات. عايزين نطمن من حضرتك عن حاله الجو، وهل هيكون في زياده اكتر بعد كده الايام اللي جايه في درجات الحراره، ولا هنبقى ده المعدل الطبيعي؟ بالفعل هي بدأت درجات الحرارة من اليوم ترتفع وتعود للمعدلات الطبيعية لها. ارتفاع درجات الحرارة اليوم هيكون عن الأمس بحوالي من درجتين لأربع درجات، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وإحنا كلنا عارفين إن أشعة الشمس أو التعرض المباشر لأشعة الشمس بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. فالطقس خلال فترة النهار هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء، وأيضا محافظات شمال الصعيد. هيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، شديد الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد. أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، مائل البرودة على سواحلنا الشمالية، معتدل على جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات الليل. بالإضافة إن احنا اليوم على مدار اليوم هنلاحظ نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين ال 30 وال 40 كيلو متر في الساعة، ده هيساعد يعني على تلطيف الأجواء نوعا ما عن طبعا ارتفاعات درجات الحرارة، وهيعوض شوية ارتفاعات في درجات الحرارة. متوقع من اليوم زي ما بنقول بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يعني غدا درجات الحرارة ترتفع عن اليوم بحوالي درجة، إلى نهاية الأسبوع هيستمر ارتفاع درجات الحرارة، يمكن كمان ترتفع توصل ل 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. الأجواء هتكون أجواء حارة بالفعل خلال فترة النهار على مدار هذا الأسبوع كله بإذن الله. إن شاء الله. طب إحنا بنتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة، هل في ارتفاع كمان في نسبة الرطوبة علشان نحس بالإحساس اللي هو بحرارة الجو، وكمان ده هيأثر على الشبورة خلال ساعات الصباح؟ طب بالفعل الاول في ارتفاع نسبي في نسب رطوبه، بدانا نحس تدريجيا كده بارتفاع في نسب رطوبه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. ونسب الرطوبه لما بترتفع هي بتزود احساسنا بارتفاعات درجات الحراره، تخلي درجه الحراره المحسوسه اعلى من درجه شوية. الحراره اللي دايما بنقولها للمواطنين، يعني اليوم احنا متوقعين 31 درجه مئويه، مع ارتفاع نسبي في نسب الرطوبه ممكن نحس بها 32 درجه مئويه، بالاضافه كمان ان التعرض المباشر لاشعه الشمس بيزود درجه الحراره المحسوسه. نسب الرطوبه مش هتاثر على وجود الشبوره المائيه خلال الايام القادمه، يعني هي شبوره مائيه هتكون خفيفه جدا مش هتاثر تماما على حركه المرور، لكن طبعا هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه على بعض الطرق، هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، فدايما التحذير من فترات وجود الشبوره المائيه، لكن ان شاء الله ما فيش منها قلق تماما، يعني مش هتؤدي لاغلاق الطرق. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره متوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 31 الصغرى 20، اسكندريه 26 18، مطروح 23 17، سيوه 32 18، بورسعيد 26 18، دمياط 26 18، الاسماعيليه 32 18، السويس 31 19، العريش 28 17، طابة 25 20، كاترين 32 14، شرم الشيخ 34 25، الغردقة 32 23، الفيوم 31 18، بني سويف 31 18، المنيا 32 19، أسيوط 32 19، سوهاج 33 20، قنا 34 22، الأقصر 38 35 23، أسوان 36 23، الوادي الجديد 35 23، شلاتين 32 24، واخيرا حلايب 31 26. دلوقتي طمنا حضراتكم عن حاله الجو، في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره النهارده، اتمنى ان احنا ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره، ونشرب كميات وفيره من الميه علشان نقلل من درجه حراره الجسم. هرجع مره ثانيه لمحمد وجمان علشان نكمل معاكم في قناه صباحيه مصر. شكرا جزيلا.